كانوا عندي شي دوره في الدار جرى عليا الوالد ما كنتش نتفاهم انا وياه، وليت كنبات في الزنقه في الشارع عام وانا في الزنقه بلي بالحشيش بالشراب جميع البلاوات درتهم. خدمت في محلابه زدت ثاني في البليه، مشيت للدرب دزت واحد النهار كنت غادي لواحد العرس شربت فيه بديت راجع تلاقيت مع صاحبتي قالت لي واش ممكن تدخلي معايا لواحد المركز الاجتماعي، قلت لها واه. دخلت هي تبدلت حياتي، الشهر الاول كنت باقا بليا بقيت تنكمي على الكارو، دازت شهور تعاون معايا خويا نبيل وبسليمان جميع المؤطرين تعاونوا معايا وبعدت على البليا ودابا الحمد لله فرحانه بزاف هنايا. كنقرا لافورماتيك والتربيه غير النظاميه والفلاحه والطبخ، وتعلمت شحال من حاجه زوينه في حياتي تبدلوا فيا شي الحوايج وانا فرحانه بزاف حتى شني. تنفكر نخرج من المركز نشد الدبلوم ديالي ونخدم ونجمع راسي وما نبقاش نتابع الماضي ديالي، بغيت نزيد لقدام. ما كنتش نشوفهم من اليوم صالحوني مع الوالد ديالي وغادي نحاول نولي نمشي. أسا ديالي أنني كنت عادي عايشة في دارنا بخير، كنت تنقرا، انفصلت عن الدراسة بقيت تنبيع مع ماما الخبز. المهم دازت واحد المدة تزوج بواحد الراجل هو أكبر مني، يعني كان تيمارس عليا التأديب بزاف الحوايج، ولكن تزوج بدون عقد، كان تيمارس عليا التأديب بزاف الحوايج، هو يعني السبب ديالي تا وليت تنكمي وليت تنشرب بزاف الحوايج. يعني من بعد فاش خرجت من عنده ورجعت تنبيع مع ماما نيت الخبز صافي عقبت تبعت صحاباتي رفقاء السوق هما تبعتهم، يعني هما اللي خرجوا عليا توليت تنبات في الشارع بزاف الحوايج. حتى واحد النهار ويات واحد المره لقاتني في الشارع، كنت يعني كنت بايته في الشتا وهي تمشي عند في جمعيه الامل، مشاو هما اللي عقبوا ساعدوني وجابوني لهنايا الحمد لله دابا مبقيتش كما كنت بزاف الحوايج تبدلوا.